سليمان بن حمد بن خليفة آل ثاني. وفي هذه اللحظات أترك الكلمة لزميلي محمد بن بريك المري. شكرا سالم. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. وهكذا تستمر أشواط الإثارة في مساء هذا اليوم في هذا المهرجان الكبير، وهذا المهرجان الذي يحمل هذا الاسم الغالي، اسم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، وينطلق على بركة الله وحفظه شوط الشلفة الفضية للعمانيات البكار التي حضرت من كافة الميادين ومن كل مكان، حضرت للمشاركة في هذا المحتفل وفي هذا الملتقى وفي هذا المهرجان. نتجه مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط لنتعرف على المركز الأول. سراب على المركز الأول لعبيد بن شعفان بن عبيد بن عوض العامري على المركز الأول وفي صدارة الشوط. المركز الثاني تتواجد فيه ريتاج لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. ننتقل إلى المركز الثالث، وهنا مصيحة لعلي بن عبد الله بن حمد بن لدهم المري. دور المركز الرابع، وصلت صرايم لسالم بن حمد بن كردوس العامري. ننتقل من صرايم إلى المركز الخامس، وهنا تصل مشاهدينا الأعزاء ظن لمحمد بن هلال بن عيضة المزروعي. هذه الخمسة المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط القوي والنخبوي، وهذا الشوط المميز، أسماء حاضرة قوية حازت على الرموز وحازت أيضا على الجوائز العينية في رصيدها سيارات. مضمرين عمالقة يلتقون في هذا المهرجان، يلتقون وأيضا يجتمعون في أشواط حساسة، أشواط قوية. وهذا هو الشلفة الثانية في هذا المساء الخاصة بالعمانيات. من سعيد الحظ؟ من سيختطف الشلفة الفضية؟ بالإضافة إلى مبلغ وجائزة نقدية قيمة 400,000 ريال للفائز بناموس هذا الشوط. وبالمركز الأول، يا سلام، ما زال شعار غيار على مقدمة الشوط على ظهر سرابة لعبيد بن شعفان بن عبيد العامري على المركز الأول، وتسيطر تمام السيطرة على هذا الموقع المستهدف وعلى هذا المركز الحساس. المركز الثاني ريتاج سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، وعلى المركز الثالث ظن تعود ملكيتها لمحمد بن هلال بن عيضة المزروعي. ننتقل إلى المركز الرابع، وصرايم تتقدم لسالم بن حمد بن كردوس العامري، بينما المركز الخامس تتواجد فيه مياسة لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى في هذا الجو الرياضي الجميل. يا سلام، حتى هذه اللحظات هل العين هم الأقرب للشلفة الفضية الثانية في هذا المساء؟ يا بوي، أشواط نارية، شعارات حضرت من كافة الميادين لتلتقي هنا على أرضية ميدان التحدي الذي يرحب بكافة الضيوف الأعزاء هنا على أرضية هذا الميدان. وفي هذه الأيام الجميلة ما زالت مياسة أو سرابة ما زالت على مقدمة الشوط. عبيد بن شعفان بن عبيد بن عوض العامري، يا عبيد يا أخوي، شلفة في الانتظار، حافظ على هذا الموقع المستهدف من كافة المشاركين من كافة المضمرين. الكل يتمنى موقع سرابة وموقعها الاستراتيجي الممتاز. نقترب من 1500 متر الأخيرة، راحت الأمتار يا مضمرين، راحت، ما باقي شيء، ما باقي إلا 1500 متر الأخيرة ولمن الفوز. المركز الثاني، يا سلام، ريتاج على المركز الثاني، ترفع راية التهديد في هذه اللحظات، وأيضا ويتابعها في التضمير سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الثالث ظل محمد بن هلال بن عيض المزروعي، وعلى المركز الرابع تصل هنا ميزة لعبد الله بن مطر بن حمد الشامسي. المركز الخامس وصلت فيه وانطلقت مياسة
أوسا وسلالة مياس تظهر في أشواط الرموز. هذه على المركز الخامس تعود ملكية مياس لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي. ونقترب من الشلفة، نقترب من الكيلومتر الأخير يا مضمرين، الكيلومتر المثير، ودخلنا في أعماق هذا الكيلو. نفتتح الكيلو متر الأخير ويتبقى أمتار قليلة، أمتار قليلة تفصل الفائز بالشلفة. يا سلام، ليلة شحانية الليلة، ليلة شحانية وامسية قوية يحضرها هذا المهرجان. ما زالت على المركز الأول سرابة لعبيد بن شعبان بن عبيد بن عوض العامري وأهل الغربية مع بن شعبان في هذا الشوط. يا سلام يا سلام، إذن هو الأقرب للفوز بن شعبان، ولكن انطلقت مياسة. مياسة تبغي الشلفة، تبغي الشلفة، قادمة ترفع راية التهديد. وصلوك المضمرين يا ابن شعبان، 500 متر أخيرة، ولكن انطلقت سرابة، انطلقت سرابة. يا سلام، الشلفة الفضية مشاهدينا الأعزاء ينتزعها مالك سرابة عبيد بن شعبان بن عبيد العامري، يختطف الرمز الغالي يهديه إلى محبين هذا الشعار ومرشحينه ومشجعينه. وسلام يا سرابة، سلام سلام يا سرابة، سلام سلام يا سلالة سراب، سلام. هذه سرابة تختطف الشلفة العمانيات الغالية في هذا المهرجان وتهديها إلى عبيد بن شعبان بن عبيد بن عوض العامري. تهانينا والناموس لحظة الوصول. المركز الثاني، وصلت في المركز الثاني مياسة لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الثالث ميزة لعبد الله بن مطر بن حمد الشامسي. المركز الرابع الشهامة المهير بن علي بن سعيد المنصوري. المركز الخامس وصلت فيه جرس لناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند. احتلت المركز الخامس. تهانينا والناموس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء ايها الحفل الكريم للمراكز الخمسه المتقدمه الاولى، حيث الجوائز النقديه القيمه في اشواط الرموز للخمسه المراكز الاولى. هذه مياسه قطعت المسافه في 7 دقائق 39 ثانيه 31 جزء من الثانية، وقامت راس وانهت الشوط راس. تهانينا والناموس لمالك سرابة عبيد بن شعفان بن عبيد العامري. المركز الثاني وصلت فيه مياسة، توقيتها 7 دقائق 42 ثانية 19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الثالث وصلت ميزة، توقيتها 7 دقائق 43 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن مطر بن حمد الشامسي. تهانينا والناموس لكل الفائزين. أيها الأعزاء، ينتهي شوط رمز وينطلق الشوط الآخر، وهذا هو ثاني أشواط